الخامس الرقم القياسي للأسعار. بتعرف الأرقام القياسية للأسعار بأن هي أداة بقيس بيها تقلبات قيمة النقود. أول مسألة عندي متوسط الحسابي لقياس الرقم القياسي للأسعار. هادي هنا جدول بيوضح أسعار السلع في عام 2010 وعام 2011. هيدي السلع من ألف وبه وجيم ودال، وأسعار السلع 2010 وأسعار السلع في 2011. والمطلوب عندي هنا إن أنا أحسب الرقم القياسي للسعر بطريقة المتوسط الحسابي بفرض إن سنة الأساس هي 2010. هبدأ الإجابة بتاعتي، هعمل جدول تاني بالسلع في 2010 و 2011. وزي ما قلنا في المحاضرات إن أنا لما أحب أجيب المناسيب بقول إن السعر في سنة المقارنة على السعر في سنة الأساس في 100. لما اجي اشوف كده سلعة ألف باخد 15 على 10 في 100 بطلع ال 150، بشوف السلعة ب 25 على 20 في 100 بيطلع لي 125، وبعد كده باخد المجموع بتاع المناسيب سلعة ألف زائد ب زائد جيم زائد د، فبيطلع لي هنا في الآخر 546. مطلوب إن أنا أجيب رقم القياس للأسعار بطريقة متوسط الحساب. القانون بتاعها إن مجاميع المناسيب على عدد السلع. مجموع المناسيب أنا جايبها في الجدول اللي فوق 546، عدد السلع اللي هي ألف وب وج ود أربع سلع، ف 546 على 4 هيديني 136.5. تاني نوع من المسائل دي بجيب الرقم القياسي التجميعي البسيط. القانون بتاعها مجموع أسعار السلع في سنة المقارنة على مجموع أسعار السلع في سنة الأساس بضرب في 100، اللي هي مج عين واحد على مج عين زيرو في 100. ايه مج عين واحد؟ اللي هي مجموع اسعار السلع في سنة المقارنة. مج عين زيرو اللي هي مجموع اسعار السلع في سنة الاساس. نشوف مثال على الرقم القياسي التجميعي البسيط للاسعار. مثال فيما يلي بعض السلع للاعوام 2016 2017 2018، ومدينا السلع من الف لحد ه، والاسعار في 2016 و 2017 و 2018. والمطلوب ان نحسب الرقم القياسي التجميعي البسيط للاسعار بفرض ان عام 2016 هو سنة الاساس. اول حاجه بعملها هنا بعمل الجدول بتاعي، احط فيه السلع بالاسعار بتاعتها من الف لحد ه، وابدا اجمع كل سنه لوحدها، فبلاقي ان المجموع بتاع السلع في 2016 67، في 2017 77، وفي 2018 85. عشان احسب الرقم القياسي التجميعي البسيط للاسعار بجيب القانون عندي هنا اللي هو مجموع اسعار السلع في سنه المقارنه على مجموع اسعار السلع في سنه الاساس في 100. الرقم القياسي التجميعي البسيط للأسعار هاخد سنة 2017، باخد سنة المقارنة على سنة الأساس اللي هي 77 على 67 في 100 بتطلع 115. لسنة 2018 85 على 67 في 100 اللي هي 127. تالت نوع من أنواع المسائل دي الرقم القياسي التجميعي المرجح اللي هو رقم لازبر، الرقم القياسي التجميعي المرجح بكميات سنة الأساس. إيه القانون بتاعها؟ الرقم القياسي لازبر مجموع كميات سنة الأساس بأسعار سنة المقارنة على مجموع كميات سنة الأساس بأسعار سنة الأساس في 100. الرقم القياسي لازبر بطريقة تانية مجموع عين واحد في كاف زيرو على مجموع عين زيرو كاف زيرو في 100. شوف مثال عندي هنا فيما يلي كميات وأسعار بعض السلع لسنة 2010 وسنة 2011. نجيب السلع ونجيب الكمية المنتجة في 2010 2011 والأسعار في 2010 و 2011، وسلع عندي من ألف لحد جيم. إيه المطلوب؟ إن أنا أحسب الرقم القياسي المرجح بكميات سنة الأساس اللي هي رقم لازبر فرض إن عام 2010 هو سنة الأساس. هنجاوب السؤال ده إزاي؟ هعمل الجدول بالكمية والأسعار وأحدد. أنا قلت سنة الأساس عندي هنا 2010، يعني كاف زيرو 2010 في الكمية والأسعار عين زيرو في 2010. طب نيجي هنا حسب القانون بتاعي، أنا عايزة مجموع عين واحد كاف زيرو وعايزة مجموع عين زيرو كاف زيرو. فهاجي هنا أخد عين زيرو كاف زيرو اللي هي أول رقم عندي، أجيبه إزاي؟ بقول 18 في 9، باخد هنا 18 في 9. طيب بعد كده عين واحد كاف زيرو، عين واحد كاف زيرو جاية إزاي؟ اللي هي 36 في 9. وبعدين اجمع مجموع عين زيرو كاف زيرو ومجموع عين واحد وكاف زيرو، هيطلع في الاخر الرقم القياسي اللازبر بيساوي مجموع عين واحد كاف زيرو على مجموع عين زيرو كاف زيرو في 100.
اللي هي 886 على 766 في 100 تطلع 116%. كده تكون خلصت جزء بتاع المسائل. شكرا لكم.